السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معنا في واي كودي. اليوم بإذن الله بغينا نجيبه البطاطا. إذا باش نجيب البطاطا ضروري باش تكون عندي واحد السايد. وقلت ليك الفرق بين الكلاس والفانكشن، أن الكلاس كتبغي تجيري فيه السايد وكتكون فيه البطاطا. إذا دائما إن فوا تكون السايد ولا تكون عندك البطاطا عرف راسك هدير كلاس. إذا الآن هنحاولو نجيبو البطاطا بحيث ليزيماج هيتبدلو لينا والتيتخ يتبدل لينا وحتى الباراغراف. إذن أول حاجة غادي نديروها هنايا، لاحظ معايا أننا هنا دايرين كادر ودايرين الجريد ديالنا كي كتشوف معنا الآن. حاجة اللي بغينا نعرفوها هاد الجريد علاش كيتعاود، لأن أصلا أنا خاصني ندير الجريد غير مرة واحدة كول ال جي 4 ويبقى يمابي يبقى يبوكلي، يعني لا داعي نبقى نعاودو بحال هكا. إذن باش ما نعاودوش بحال هكا ضروري ليا من ندير ستيت، وانا ديجا درت فانكشن. هذا خطأ ولكن دغيا غادي نصلحوه. اش ندير؟ هنجي هنا هندير رياكت كومبوننت كلاس وهندير اونتري. الكود اللي كاين في ريتورن غادي نهزو ونحطو هنايا. لاحظ معايا الكود غيكون من هنا، او نهز ريتورن كاملة. لاحظ معايا باش الامور تكون مضبوطة، من الفيرمون ديال القوس حتى السدة ديال القوس. لاحظ معايا فوالا، ونجي ونحطها هنا حالا كبنفس الطريق، ندير كنترول زي، ونجي هاد الكود اللي عندي زيد من هنا نحيد. لاحظ معايا بالتالي ما يبقى عندنا هنا حتى مشكل، ودرنا كلاس ديالنا اللي حنا باغينو. هاد اكسبورت ديفولت الا حيدتيها وحطيتها هنا افضل، ولكن تتم الا بقات راها عادي. اذا هنكتب كارت سميت الكومبوننت ديالي او الكلاس ديالي اللي حيت ياخذوا نفس الاسم. لاحظ معايا الان انا ما بغيتش هذا يبقى يتعاود ليا بحال هكا، بغيت يكون غير مره وهيبقى يبوكلي بوحدو. اذا غادي نجي وغادي نسبريمي من هنا، نحيد الاولاني ونحيد الثاني. لاحظ معايا فوالا ما عندنا حتى ايغور، يعني هزيناه هو هذاك. اذا لاحظ معايا نحاول نقادو الكود اكثر. هنا عندنا واحد ديف هنا الفوق، اذا لا داعي علاش هاد الديف. عندنا ديف اللي خايده كلاس كونتينر بمثابة البارنت، يعني هادي راه زايده فوالا. اذا غادي نزول هنا الكود اللي بغينا حنا يبقى يتعاود هو هاد الكود، ها هو هذا. اذا هذا هو اللي غادي ندير ليه ماب. اذا الان شنو غادي ندير؟ اذا الان انا محتاجه لافيشاج ديال الداتا. اذا مادام انا محتاجه للداتا، اذا راني محتاجه ستيت، والستيت دائما خاص تكون معاها رندر، لان المسؤوله على لافيشاج هي الرندر، والرندر دائما كتكون في الكلاس. هادشي علاش درنا الكلاس. اذا اشنو غنديرو؟ اولا غادي نجي لهنا وغادي ندير كونستريكتور، غنفتح الاقواس ديالي وغندير بروبس، غنفتح لي زاكولاد وغندير سوبر. من بعد نشرح لكم شنو هي السوبر، وغادي نفتح الاقواس وغنكتب عاوتاني بروبس. الان نجي وندير ستيت ديالي، اشنو غندير؟ هندير ديز وهندير بوا وهندير ستيت. لاحظ معايا هندير ايغال وهنفتح لي زاكولاد ديالي. الان عندي واحد ستيت هندير بالداخل ديالها واحد الاري. هاد الاري سميه السميه اللي بغيتي. الان انا غنسميه ماي اري، يعني باش تبقى عارفني انني كنهضر على الاري. اذا ماي اري وهندير دو بوا وهنفتح لي كروشي ديالو وغنحط فيه الداتا. اذا الداتا استطاعتي نجي ناخذها من الابي اي من هنا، او ممكن انا نكتبها تكون عندي مثلا هذا غير سيرفر افتراضي بحيث كيعطيك الداتا باش تجرب تجرب البروجي ديالك. اما كخدمه حقيقيه انت اللي كتكتب الداتا ديالك حسب انت اشنو باغي. اذا هنرجع نخدم لك بالابي اي اللي كاينه في الجيت هاب، ولكن قبل هنوريك الا بغيتي تخدم بالداتا عندك. مثلا عندي لي زوبجي هنا، غادي نجي وهاد الاراي غنحط فيه لي زوبجي وغنحط فيه هاد المعلومات اللي كتشوف. عندي الاي دي وعندي النيم وعندي ليماج وعندي ديسكريبشن. بعد ما حطينا الداتا في الاراي، اذا خاصني نجي ونمابي بحيث ان هاد المعلومات تخرج ليا. هاد المعلومات باش تخرج ليا غادي نجي لهنا وغنفتح لي تاكولاد. اشنو غادي نكتب؟ غادي نكتب ديز بمعنى ديز، وغندير ستيت بمعنى هاد ستيت اللي كاينه في هاد الكلاس، وغندير بوا
وهندير سميه الراي ديالي، لاحظ انه كيخرج لي هو بوحدو السميه كيكمل لي وكيساعدني، وهندير بوه وهندير ماب. هاد ماب اشنو كدير؟ هاد ماب هي اللي نقدر نقولو كتبوك لي، هي اللي كتلعب الدور ديال فور ايتش تقريبا. هنفتح الاقواس وهنحط واحد بارامتر هنسمي يوزر، اذا اليوزر غير بارامتر. علاش ما درناش داخل اقواس؟ لان الراو فانكشن ممكن الا كان عندك بارامتر واحد ما ديرش ليه الاقواس. اذا اعيد اليوزر غير سميه ديال بارامتر فقط، وهنديرو على شكل الراو فانكشن، وهنحاول نفتح الاقواس. لاحظ معايا، نشد هاد الفيرمون ديال الاقواس وديال الاكولاد ونجي لهم. فين غادي نحطهم؟ هنحطهم بعد ما هنكمل وهنخلي الكود اللي باغيه يبقى يبوكلي. الكود انا اللي باغيه يبوكلي هو كول ال جي 4 بالكارد اللي بالداخل ديالو كل شيء ليه. اذا هنجي وهنسد، هنحط هاد الفيرمون ديال الكود هنا. فوال، اذا الان عطيته يبقى يبوكلي ليا، ولكن باش يخرج ليا هذيك الداتا اللي انا حاط اللي حاطاه في هاد الاراي اللي كاين بالداخل ديال ستيت، اذا خاصني نجي لهنا ونحيد لي هاد الاسماء اللي حاطه وندير لي زاكولاد. واش غنكتب لي؟ غنكتب لي يوزر. لاحظ ما كتبتش مي اراي، كتبت يوزر. وغندير لي بوا وغنكتب ايماج. الان نشوف ايماج واش بوكلات وتبدلات ولا لا. اذا لاحظ معايا ان الشكل ديالها تبدل. فوالا، اذا لي زيماج تبدلت حسب هذاك الشيء اللي حاطين حنايا في لي زيماج ديالنا. لاحظ باش تزيد تاكد اكثر، الا جينا هنا لاحظ معايا الان غادي نمشيو نبدلو تايتل. تايتل اشنو غندير؟ غادي ندير يوزر، لان هذاك الاراي او هذيك الداتا اللي في الاراي راه تافيكتات في هذا اليوزر. وغندير بوا وغنعيط على نيم. غنمشيو نشوفوها واش تقرات ولا لا. اذا لاحظ معايا الان تبدل لي النيم بكلو صالون فرونسيز. اذا الداتا لاحظ راني حاطه نفس السميه. اذا ندير هنا ماروكان وندير هنا الجيريان. اذا لاحظ معايا الان هما تبدلوا عادي. الان غنمشيو نبدلوا حتى ديسكريبشن. اذا بنفس الطريقه غنمشيو نعيطوا عليها هنا. هنا كنوريك في حالتي اللي كانت عندك الداتا حقيقيه اشياء كتخصك انت بغيتي تدخلها. اذا هتجي وهدير يوزر. علاش يوزر؟ لانه هو اللي افيكتينا في الداتا اللي كاينه في ماي اراي. وغندير ديسكريبشن. لاحظ معايا الان. اذا واحد الملاحظه قبل ما نمشي نشوف النتيجه، غادي نزيد واحد الكلاس سميتو تكست جيستيفاي، بمعنى انه يكون قاد ليا الكتابه تكون معدي مقاده، ما يكونش شي داخل شي خارج. اذا لاحظ معايا الان هذه هي النتيجه المطلوبه واللي حنا كنتسناوها. فوالا، كي تلاحظ معايا ان الداتا خرجت لينا من خلال الاراي او من خلال ستيت اللي عندنا. الان اشنو غادي نديرو؟ الان انا ما بغيتش هاد المعلومات تكون عندي هنايا، انا بغيتها من خلال API. هو الافضل هو انك تعلم هاد الطريقه، ولكن كاين اللي كيبغي يخدم بالابي اي. اذا اشنو ندير؟ اذا هنمشي للابي اي وغادي نهز ثلاثه لي زوبجي. انت ممكن تهز العدد اللي بغيتي، ولكن انا بغيت نهز ثلاثه. علاش؟ لانني دايره الكريد على ثلاثه. اذا لانني مقسمه الباج على ثلاثه، اذا عندي ثلاثه لي كار، هادشي علاش تزيد ثلاثه. انت ممكن تهز العدد اللي بغيتي. اذا هنهز المعلومات وغادي نجي نحطها في كارت بوان جي اس في بلاص هاد لي زوبجي اللي عندنا، اللي ديجا حنا ورينا كتخدم بيهم. اذا هنجي داخل ماي اراي وهنهز بها الطريقه. لاحظ معايا، فوالا، لاحظ معايا، وهندير كونترول زي. فوالا، الان غادي نهز غير بعض الامور اللي هي انا خاصني نخدم بها، وغادي نحيد التيوتيوات اللي كتشوفوهم معايا، وغادي نرجع لكم من بعد ما نكمل. اذا كيف كتشوفوا معايا، خلينا غير الداتا اللي حنا محتاجينها وكنحيد فيها التيوتيوات. علاش رجعت قبل ما نسالي كل شيء باش نوريك الطريقه ديرتها تحيد هذا الشيء؟ اشنو كدير؟ كتجي لهنا كتكليكي وكدير الت وكتبدا البلاصه اللي باغي تحيد منها شي حاجه كتكليكي عليها هكا حتى كتمشي عندهم كاملين. الان انا كليكي على الت وكنمشي بالسوري على كل وحده وكنكليكي عليها هكا. الا بغيت نكتب شي حاجه كنكتبها، الا بغيت نسبريمي غندير سبريمي. والان سالينا. فوالا، الان كي كتشوف معايا هذه هي الداتا ديالنا. اذا الان غنعيط عليهم. اش غندير؟ بنفس الطريقه تماما. الان انا باغا
اول حاجه هاد ليماج انا باغي لي زيماج تبدل، اذا غنهز هاد افاتار يو ار ال هي اللي مسؤوله على لي زيماج. غنجي ونحطها هنا واحد معايا. اذا باش تخرج ليا ليماج مسؤولة عليها هي هاد افاتار يو ار ال. اذا لاحظ معايا هاد افاتار يو ار ال هي المسؤوله على ليماج، هاد لوغين هي اللي مسؤوله على السميه، هاد اتش تي ام ال يو ار ال الا بغيتي تقرا مثلا على هاد اليوز اللي يخرج لك اكثر. اذا هذه غنديروها في واحد البوطون. اذا نجي هنا غندير يوزر وغندير هنا هو لوغين. فوالا هنا هاد بي لا داعي تبقى عندي اللي في الديسكريبشن ما نحتاجهاش. اذا غنجي ندير ا وغندير شريف مثلا ايغال، احنا هاد الشريف ما نخلوهاش، عارفين كتولي تو و ا كتولي ناف لينك. حنا مبدئيا دابا كنديرو بحال هكا، اذا عارفين ان هادشي ما كتقراش في الرياكت. اذا غنجي ندير بوطون، فاش غادي نجي نرجع ندير الروتر البروجي سواء الناف بار ولا البوطون غادي نرجعو هنا ونبدلوهم. اذا هاد البوطون غنجي نعطيه كلاس نيم. هاد كلاس نيم شنو نعطيه فيه؟ نعطيه بوطون بي تي ان ونعطيه باكراوند دنجر. فوالا اذا هاد الشريف غنحيد هاد دياز وغادي نديرو فين يمشي، يمشي ليا يوزر بوا اتش تي ام ال او ار ال. فوالا اين فوا نكليكي على البوطون يديني ريد مور، يديني عند اليوزر لي رونسينمون لي خاصة بيه، يعني إلا بغيتي تعرف عليه كثر. إذا غنمشيو نشوفو النتيجة. إذا لاحظ معنا هادي النتيجة، لاحظ أن دي زيماج خرجو وحتى الأسماء، هادي الأسماء اللي حاطين همايا هي خرجت. لاحظ معايا هنا البوطون ديالنا، لاحظ هنا البوطون عندنا فيه واحد ديفو، فاش كنجي وكنحط عليه سوري كدير ليا واحد السطر. انا اللي داعي نبقى مضاربه معاه، انا اصلا باغا نخدم غير على الاي بي اي. اذا الان انا باغا الاي بي اي اللي كاينه في الجيت هاب، وباش ندير هادشي اما نمشي ونبقى انا جالسه انا كنهز في الداتا ونحطها على شكل لي زوبجي كي كتشوف معايا هنا داخل الراي ديالي. هاد الراي جميع الى كنت تخرج الاسماء سمي الراي بحسب اشنو تحط فيه، الاغلب كيسميه يوزرز، انا غير درت لك هكاك باش تتعقل اشنو كنديرو وتعرفوا راه الراي وكتسميه اللي بغيتي. حيت احيانا كاين اللي كيسحب لي هذيك الاسماء ليها علاقه بالكود، هي راه اسماء او فاريابل او الراي كتسميها حسب انت اشنو بغيتي. اذا ممكن مثلا هنا هاد الداتا مثلا اللي عندك هنايا كتشوف عندنا سكرول، لاحظ معايا عندنا مجموعه كبيره. الا بغيتي تتخرج مثلا هاد الداتا اللي عندك كامل في الجيت هاب، لاحظ عندي الاي دي رقم 46. اذا باش تخرج انا الاي دي 46 على شحال خاصني ديال التماره؟ عرفتي الا بغيتي دير بحال كالي زوبتي هكا 46 راه بزاف. هادشي علاش غنستعنو باكسيوس. هاد اكسيوس الدور ديالو هو يجيب لينا اي افيشي لينا الداتا، غيساعدنا في هاد الماموريه. اذا اشنو غنديرو؟ اول حاجه نجي انستالي بعدا. اذا باش انستالي اكسيوس طريقه سهله، كنكتب ان بي انستال اكسيوس، ساهله القضيه. فوالا وغندير اونتري. لاحظ معايا الان غنمشو جيسون تشوفو واش يتحط. لاحظ معايا اذا فوالا هو تحط لينا اكسيوس. لاحظ معنا فوالا اكسيوس 0.19.0 هو تحط حتى هنا. اذا اشنو غندير في هذه الحاله؟ غادي نمشي كومبوننت ديالي كارد وغادي امبورتي اكسيوس. لاحظ معايا نجي ونكتب امبورت باش نخدم بيه، وغادي نكتب اكسيوس فروم ونديرو اكسيوس فوالا بوان فيرغيل. هنا تكون بوان فيرغيل بعدا. اذا درنا لامبورت ديال اكسيوس. من بعد خاصني واحد الفانكشن، هاد الفانكشن هي اللي غادي نحط فيها اللينك ديال الاي بي اي ديال الجيت هاب ديالي. اذا غادي نجي هنايا لاحظ معايا. اذا نتفقوا على حاجه، انا امتى باغا هاد الداتا تبان وتخرج عندي؟ اذا هاد الداتا هتبان بمجرد من الباج يدير ليها اونلود. اذا في هاد الحاله هنستعين بالفانكشن اللي سميتها كومبوننت ديد ماونت، لان قلنا الفانكشن اللي سميتها كومبوننت ديد ماونت كتخدم بمجرد من الباج كدير ليها اونلود. اذا في هاد الحاله
غادي نجي نكتبو اول حاجه من بعد ما انستالينا اكسيوس، هي غادي نجي نكتب واحد الفانكشن غنسميها جيت يوزرز، سميها حتى اللي بغيتي. انا قلت لك غير مادام حتى تخرج اليوزر سميها جيت يوزر، اما انت سميها اللي بغيتي. غندير على طريقه الاراو فانكشن وغنفتح لي زاكولاد. الان هذا الكومبوننت شنو هو الدور ديالها؟ لاحظ معايا غنكتب فيها اكسيوس بوا جيت، وغنفتح الاقواس ديالي وغنحط اللينك اللي عندي فوالا، ونجي نحطهم. الان اشنو درت في هاد المرحله؟ في هاد المرحله قلت الاكسيوس سير جيب لي الداتا اللي كاينه في هاد اليان. من بعد ما جاب لي الداتا اللي كاينه في هاد اليان اللي شناها كاملين، الان غادي نزيد نكمل عليها، غندير بوان دين، لان اكسيوس كيخدم بير بروميز. اذا غنجي ندير ريسبونس وغندير على طريقه الاراو. اذا لاحظ معايا هاد ريسبونس راه غير بارامتر، وهاد البارامتر الان افيكتينا فيه الداتا. غادي نجي الان ونفتح لي زاكولاد. الان حنا فجبنا الداتا من الجيت هاب شديناها وحطيناها في الريسبونس. الان باش هاد الداتا تحط لينا هنا، تحط لينا في هاد اليوزر في هاد الاراي، اشنو غنديرو؟ خاصنا هاد ستيت تموديفا، وباش تبدل هاد ستيت خاصها سيت ستيت، لانك الا بغيتي تبدل الاراي اللي هو اصلا وستيت ما يمكنش لك، لان حنا كنعرفوا على ستيت لا يمكن تغييرها الا عن طريق سيت ستيت، وانها بريفيت. الا بغيتي تعيط عليها كتعيط عليها في كومبوننت اخرى عن طريق بروبس، كتخدم هي غير في الكومبوننت ديالها. الان اشنو غنديرو باش هاد الداتا تمشي تحط لينا في هذاك الاراي اللي سميتو اليوزرز؟ غنمشي نستعمل سيت ستيت، غنفتح الاقواس ونفتح لي زاكولاد. الان غنشد هذاك الاراي ديالي اللي سميتو اليوزرز وغنافيكتي فيه الداتا، غندير ريسبونس. ولكن هاد الداتا اللي غنحط ما نحطش الداتا كامله، غنحط فيه غير البارتي ديال الداتا فقط، غير البارتي ديال الداتا اللي غنمشي دابا غادي نوريها لك، لانه هو فيه عده امور، ولكن حنا بغينا نعيطو غير على هاد البارتي ديال الداتا فقط. فوالا اهي، لاحظ الان اهي المعلومات ديالنا. اذا لاحظ معايا هنا، هنا عندي الداتا، عندي الهيدرز، عندي الكونفيك، عندي الريكويست. انا غادي نشتغل غير على الداتا فقط، غنقول لها جيبي لي غير الداتا. اذا لاحظ معايا جينا درنا واحد الفانكشن، درناها بطريقه الاراو فانكشن، كتبنا بالداخل ديالها اكسيوس بوان جيت، وعيطنا على اللين، وبالضبط بغينا نجيبو اليوزرز. لاحظ اننا هنا دايرين سلاش يوزرز، اذا هنا لاكسيوس هيجيب لينا اليوزرز. من بعد درنا بوان دين ريسبونس، هاد ريسبونس هو اللي حطينا فيه الان الداتا، الان الداتا محطوطه في ريسبونس. من بعد جينا حنا هاد الداتا نخلوها في ريسبونس؟ طبعا لا، اذا خاصنا نافيكتيوها في ستيت، وبالضبط في الاراي اللي كاين في ستيت. علاش؟ لان قلنا حنا الا بغيتي تخزن اي معلومات او اي داتا كنستعنوا بستيت، لان هي اللي كتخزن فيها داتا. اذا حنا قلنا ان هاد الداتا بغينا نحطوها في هاد الاراي اللي كاين داخل ستيت. اذا باش نبدل او نضيف في هاد اليوزر بداتا جديده اللي غنجيبها فيه، اذا هو كاين داخل ستيت، وستيت حنا عارفين عندها جوج مميزات، انها بريفيت ما يمكنش لها تخدم الا في الكومبوننت اللي هي فيها، ولا بغيتي تعيط عليها في كومبوننت اخرى كتستعن ببروبس، او انها ما يمكنش لها تغير الا عن طريق سيت ستيت. لاحظ هنا جينا درنا ديز سيت ستيت ودرنا يوزرز. هاد يوزر شنو هي؟ هادي هي سميه الاراي اللي كاين داخل ستيت، وافيكسينا فيه ريسبونس بوان داتا. اذا كان باستطاعتنا نديرو غير ريسبونس، ولكن علاش درنا هاد بوان داتا؟ لان الابي اي عندنا فيها انواع، هذا جزء من بين اللي عندنا. اذا فوالا كي كتلاحظ معايا الان عندنا هاد البارتي ديال الداتا هي اللي بغينا نخرجو بالضبط. اذا حتى الان باقيين ما درناش الاكزيكوتي ديال هاد الفانكشن، لان هاد الكود باش يتنفذ الاكسيوس يجيب لينا اليوزرز، ومن بعد نحطوهم في ريسبونس، ومن بعد نحطوهم في الاراي اللي سميتو يوزرز اللي كاين داخل ستيت. اذا ضروري باش هادشي كامل يتنفذ هاد الميثود او هاد الفانكشن تيكزيكيتها. اذا حنا امتى باغيين هاد الداتا تبان لينا او تخدم لينا؟ اذا حنا باغيينها بمجرد ما الباج نديرو ليها اونلود. اذا في هاد الحاله
غنستعملوا الفانكشن اللي سميتها كومبوننت ديد ماونت، لان هذه اللي كتخدم بمجرد ما الباج كنديروا ليها اونلود وكنحطوا فيها الميثود ديالنا جيت يوزرز. ولكن ضروري باش ندير ديس وندير بوه وندير السميه ديالها، ومنساش الاقواس لان دائما الميثود خاصها الاقواس ديالها. اذا الان اشنو درنا؟ اذا جبنا عن طريق الاكسيوس اليوزرز وحطيناهم في الراي اللي سميتو يوزرز اللي كاين في ستيت، وباش تيكزيكوتي لينا هاد الكود ضروري باش هاد الفانكشن او هاد الميثود جيت يوزرز تخدم. اذا باش تخدم حنا باغينها اصلا تخدم بمجرد ما الباج دير اونلود، اذا درت لها اكزيكوتي داخل الفانكشن ديالنا كومبوننت ديد ماونت، لان هاد كومبوننت ديد ماونت من بين الصفات ديالها انها كتخدم بمجرد ما الباج يدير ليها اونلود. اذا حنا الان هاد الداتا فين كاينه من بعد ما درنا هاد الدوره كامله؟ فين بقات؟ اذا بقات في الاراي اللي سميتو اليوزرز. اذا الداتا كاينه في اليوزرز، انت الى جيتي وبغيتي تخرجها واش تخرج لك؟ طبعا لا، لانها مجموعه كبيره ديال البيانات، ودائما فاش كيكون عندك اراي ولا كيكون عندك اوبجي ضروري لك تستعين بالبوكل. الرياكت جي اس ما فيش البوكل، فيه ماب. اذا جينا هنا ودرنا ديز ستيت يوزرز، يعني اش قلنا؟ اليوزرز اللي كاين في ستيت اللي كاينه في الكلاس غادي نستعملوا ليها هاد الميثود اللي سميتها ماب. هنمابي باش غادي نخرج منها جميع اليوزرز. وجيت ودرت واحد البارامتر سميتو يوزر، هاد البارامتر راه سميته اللي بغيتي، راه سميه كيف ما كانت، هو اللي تحطت فيه الان داتا، وهذا بدا تخرج عن طريق هاد ماب. الان كنجي وكنعيط هنا بالداخل على اليوزر وكندير بوان افاتار يوغيل، كنعيط بالضبط على هاد البارتي من اليوزرز ديال افاتار يوغيل اللي تخرج ليا ليماج. من بعد الا بغينا لو نو كندير يوزر بوان لوغين، اذا هي غتمشي تقلب في اللوغين وهذاك الشيء اللي غتلقاه غادي تافيشي لينا. حتى هنا غتمشي تقلب افاتار يوغيل غتجي لهنايا، ولكن هي غتشد الداتا كامله هنا باش كنشرح لك. غتلقى افاتار يوغيل، غتلقى هاد اليان، اذا غتقراه لينا وغتخرج لينا ليماج. لوغين غتلقى هاد الكتابه هنايا غتخرجها لينا عادي بنفس الطريقه. تم غادا وتقرا لينا، غتجي هنايا غتلقاني كاتبه اشرف وكاتبه هنا يوزر HTML يوغيل. اذا هنايا ان فوا تكليكي على هاد البوطون غادي يدك لهاد الباج بالضبط اللي متوافقه مع هنا. اذا يوغيل هنا راه عندنا، شوفوا هنا راه عندنا غير شي خطا كنا موديفينا. فوالا جينا وهدك لهاد البلاصه بالضبط. اذا غنمشيو نشوفوا هادشي واش تنفذ واش تافيش علينا بصح. اذا لاحظوا معنا الان هذه هي النتيجه. لاحظ كي كتشوفوا معنا هادو هما التصاور ديالنا، هذه هي النتيجه اللي عندنا. كي كتلاحظ داتا جبناها من الاي بي اي عن طريق اكسيوس. اذا لاحظ معايا هنا بالنسبه لهاد الكارد كنت ديجا عاطي لهاد لي زيماج الويد والهايت، حيدتو خليتهم هكا باغ ديفو ويخرجوا لي بحال هكا. اذا كي كتلاحظ هنا الاي بي اي انا مخبيه هاد لي زيماج ومدرقاهم لانني ما كنبغيش ندير لي زيماج في الشان ديالي كي تلاحظوا. اذا الان كي تشوف راه الاي بي اي كلها خارجه، لا داعي نبقى نوريك لي زيماج. هاسكرول كيبان لك راه خارج لينا 46 كارد، مع العلم ان كل وحده من بين هادو كومبوننت. لاحظ معايا هادي كومبوننت وهادي كومبوننت وهادي كومبوننت اللي سميناها كارد. اذا تبع غير المراحل وهتلقاها عندك بالتفصيل. عندنا 46 كومبوننت، اذا 46 يوزر خرج لينا. اذا لا داعي انني نوريك لي زيماج. اذا راسكرول، اذا راسكرول كيبين لك راه عندنا مجموعه ديال لي زيماج. فوالا، اذا كنتمنى من الله تكونوا استفدتوا، ومتنساوش ديروا ليا جيم وتشاركوا في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله.